الدنيا مفتول العضلات دي احسن حاجه فيا شرس عادي قلبه ميت من زمان قوي الشكيمه ها ذو بأس حاد النظر طبعا لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل ما ينفعش 205 وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس هي دي مشكلة أنا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير بودي جارد يا دوب ألحق أجهز نفسي خبيني خبيني خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته ده انت كلك مخابئ خلاص تحت كلني والله برافو عليك يا جمال يا ابني دايما مشرف ابوك ده انت بعت اسود مش بني ادمين ما شاء الله ما شاء الله ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي ما شاء الله ما شاء الله حضرتك خريج ايه؟ فنون جميلة يا فندم فنون جميلة؟ انت اكيد فنون قتالية فنون متوحشة جميلة وسعادتك كلية الطب قسم تشريح طبعا قسم تقتيل انما طب ما شاء الله ما شاء الله طيب يعني مبدئيا كويسين قوي اتفضلوا استريحوا لغاية ما نجيلكم اتفضلوا اتفضلوا بعدين بقى الخمس مصايب دول كلنا على الله اسم الكريم ايه؟ ناهض العدوي لا والله طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا ايه يا ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل ايوه صدقني ما تبصلوش بقى ما تبصلوش وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد طب ما تقول يا اخي الاولاني ده اسمه ناهض التاني ده اسمه داغر التالت ده اسمه فايد فايد طبعا لازم يبقى فايد الرابع ده بقى اسمه اشرف ايه اشرف ده اسم غريب قوي ماله اشرف بس مراته خانته وهربت مع عشيقها هو ده عشيقها خلاص ساعتك ايه عملت ايه كله تمام الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد يلا ايه ايه الدوشة مش عارف خليك انا اروح اشوف ايه لا انا جاي معاك بيتك ده انت تقيل قوي ما قلت لك يا ناهض هيضربوك ما سمعتش كلامي اصبر بقى لغايه ما يجوا انا متاخر كده ليه يلا بقى اهو جاي ايه اللي بهدل بقى بالمنظر ده ايه ده انت ايه اللي جابك هنا لا مؤاخذه سعاده الباشا اصل
العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني، قمت موريهم الرجوله ازاي؟ انا يا باشا ينفع للشغلانه دي 100 100 كده. شغلانه؟ قول مش معقول ايه؟ امشي انت روح، يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه، عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعال تعال معايا. اوعى تتحرك من هنا.